عقد وبقية. قالت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام: لله فيكم عهد قدمه إليكم، وبقية استخلفها عليكم. كتاب الله بينة بصائره، وآي منكشفة سرائره، وبرهان متجلية ظواهره، مديم للبرية استماعه، وقائد إلى الرضوان أتباعه، ومؤد إلى النجاة أشياعه، فيه تبيان حجج الله المنيرة، ومحارمه المحرمة، وفضائله المدونة، وجماله الكافية، ورخصه الموهوبة، وشرائعه المكتوبة، وبيناته الجلية.